الحمد لله الأمور التشغيلية تحت السيطرة الفنية الكاملة، لدينا منظومات تبريد تشتغل بكفاءة عالية، لدينا فنيين أكفاء الحمد لله ومدربين على كل عمليات التشغيل والحفاظ والمتابعة والصيانة، ولكن الحيطة والحذر واجب، خاصة بعد ما أثير هذا الموضوع أخيرا. هذه المادة مادة خانقة حسب برامج المحاكاة التي تم دراستها أخيرا، simulation tests، يعني المادة هذه قد تصل في انتشارها إلى قطر لا يقل عن قطر دائرة لا يقل عن 6 كيلومتر، هذا القطر المؤثر الأولي، ما بالك بالمناطق الأخرى التي قد يصلها مدى تأثير هذا الغاز نتيجة حسب اتجاه الرياح وسرعتها. فالحقيقة المادة هذه تعتبر مادة خارقة ذات خطورة لا تقل خطورتها عن محيطها من المكثفات الموجودات في شركة سيرت واللفط الخام والغاز وغيرها. نحب نطمن أهلنا جميعا أنه في ظل الظروف العادية، ظروف التشغيلية تحت السيطرة، ولكن تفاديا لأي احتكاك أو لأي إطلاق نار عشوائي، يجب التصرف والتخلص من هذه الكميات، وأنجع طريقة وأسرعها هي الحصول على إذن ولو استثنائي لاستجلاب سفن لنقل هذه المادة والتخلص منها.